لو انت بتحب تشتري حاجات من بره، خد بالك من الاشتغالات دي. شركات الشحن بتعمل اشتغالات كتيره قوي. من فتره كده جالي اعلان بتاع شركه اسمها شيب ذا بوكس. الشركه دي بتشتغل بنفس نظام شبان شيب. شغلها ببساطه ان هي بتدي لك عناوين في دول مختلفه زي امريكا وفرنسا وانجلترا ومش عارف ايه، وانت بتشتري اي حاجه انت عاوزها من امازون مثلا، من امازون امريكا او من اي موقع، وبتشحنها على العنوان بتاعك ده في امريكا، وكأن انت ليك عنوان في امريكا. بعد كده مجرد ان الحاجة دي توصل للعنوان ده بتتشحن لك على مصر. هم بياخدوا فلوس مقابل الخدمة دي، مقابل توصيل الحاجة اللي انت اشتريتها دي لمصر. طيب كل ده جميل. سعر الشحن بقى، سعر الشحن في الشركة دي 50 جنيه لكل 100 جرام. ال50 جنيه دي مقابل الشحن والضرايب والجمارك واي رسوم لحد لما الحاجة توصل لي لحد البيت، لحد عنواني المسجل عندهم. كويس. طيب انا طلبت شحنتين، كانت تيشرتات رياضيه. تعالوا اوريكم الشحنتين دول، تعالوا ننزلهم مع بعض الاول عشان نشوف المشكله حصلت فين. ادي الشحنه الاولانيه وادي الشحنه الثانيه، تعالوا نوزنهم بقى. الاولانيه 178 جرام، 176 جرام، ده الوزن بتاعها. المفروض في الحاله دي يكون مدفعني 100 جنيه، هو مدفعني المفروض 150 جنيه لان في 30 جنيه دليفري، فاحنا بنتكلم في 150 جنيه والمفروض يكون مدفعني 100 جنيه، فالوزن الاولاني مش مظبوط. الشحنه الثانيه اللي هي جايه في بوكس غريب عجيب الاطوار، تمام تمام نوزنها. طيب وزنها 488، يعني اللي هو 500 جرام، المفروض تبقى 250، هو فعلا جايب لي هنا 250. بس هي الخدعه بقى ان هو جايب البوكس الجميل اللطيف ده، فانا ايه هفتح الشحنه واشوف وزن الكرتونه دي لوحدها كام. دي الحاجات اللي انا كنت طالبها، تمام هنشيلهم كده بره. نوزن الكرتونه دي. طيب الكرتونه دي لوحدها وزنها 200 جرام. طبعا هو زي ما انتم شايفين ده لبس، ف 200 جرام ان هو حاططها دي لوحدها 100 جنيه، يعني الكرتونه دي كرتونه مش اي لازمه، حاسبها ب 100 جنيه فعشان يدخلني في شريحه اكبر يعني. طيب الخلاصه ايه؟ الخلاصه اولا لما يوصلك الشحنه بتاعتك لازم توزنها، ما تعتمدش على الميزان بتاع شركات الشحن، لان في الغالب هم افوروا شويه او الميزان بتاعهم مش دقيق، في الغالب ما بيبقاش دقيق يعني. فاول حاجه لازم تعملها انك انت توزن الشحنه بتاعتك عشان تتاكد الميزان مظبوط وان انت دافع فلوس مظبوطه. تاني حاجه بالنسبه للموقع ده، هو الموقع ده كان بيقول ان الشحن عنده بيقعد 14 يوم عمل او 15 يوم عمل، يعني هو تقريبا 3 اسابيع، هو جالي بعد شهر يعني اتاخر اسبوع. لو الموضوع ده يفرق معاك بلاش، لو انت مش مستعجل يعني. ثالث حاجه انك انت لو هتشتري من الموقع ده او تشتري من اي موقع تاني، قاعده بس شغالين بنفس الاسلوب ده، قاعده اساسيه انك انت تشتري الحاجه اللي تمنها غالي ووزنها خفيف. يعني على سبيل المثال ايربودز مثلا، هي بيبقى سعرها غالي وحجمها صغير جدا ووزنها خفيف، فانت مش هتدفع عليها تقريبا اي مصاريف. دي اكتر ميزه يعني، دي المعادله. طبعا انت ممكن تشتري حاجات تانية بس ما تجيبش حاجه كبيره ويكون سعرها رخيص فانت تدفع فلوس شحن عليها كبيره. يعني القاعده الاساسيه حاول تبقى الحاجه اللي انت بتشتريها قيمتها عاليه، علشان يبقى ال 50 جنيه اللي هم مقابل كل 100 جرام ما يعتبرش رقم كبير بالنسبه للحاجه اللي انت بتشتريها دي. اخر حاجه خد بالك ان هم بيحطوا رسوم تخليص على بعض المنتجات. يعني مثلا لو انت هتجيب موبايل، خد بالك ان هو هيدفعك 2200 جنيه رسوم تخليص، دول مالهمش علاقه بال 50 جنيه اللي بتدفعهم لكل 100 جرام. فدي نقطه تبقى واخدها في الاعتبار وانت بتحسب الحاجه دي هتوصل لك بكام. يعني على سبيل المثال الايفون 13 برو ماكس، التليفون ده وزنه 240 جرام، يبقى شحنه هيبقى 150 جنيه بالاضافه ل 2200 جنيه. فتبقى انت عارف ان دي الرسوم اللي انت هتدفعها على الموبايل ده علشان تجيبه. وطبعا هتقارن ما بين ان انا اجيب الموبايل ده من بره واحط عليه الرسوم دي، هل هيكون اقل من مصر ولا لا، علشان هو يستاهل ان انا اقعد اعمل البروسيس دي واستنى ان شهر على الموبايل يجي لي ولا لا.